بيكم مرة تانية. لسه مكملين كتاب أنا غالي والتوعية عن التحرش الجنسي بالأطفال في السن الصغير. مهم قوي نتكلم معاهم ومهم نوعيهم، ومهم جدا طريقتي وأنا بوعي تبقى عاملة إزاي. مش كده احنا مركزين تبقوا حاسين ان احنا هادين وقاعدين وبالراحة وبنضحك وبننقشهم واحنا بنقرأ الكتاب، لان الهدف اوعي ومكن وافتح سكة حوار لو بعد الشر اتعرض لحاجة. استنونا. مكملين على الحلقه اللي فاتت، وعايزه ابتدي بنقطه مهمه قوي اتكلمنا عنها وقلت ان احنا لازم نوضحها. ليه مهم اسمي المناطق الخاصه باسماء؟ لاني اول حاجه بعملها لما بعمل كده انا بقول له برساله مباشره، اعضاء جسمك كلها مهمه ولازم تتسمى، لكن لو بعينين ودان مناخير اللي ما يتسماش، او تخيل ودان عينين مناخير العيب، في حاجه غريبه. دي اول حاجه. تاني حاجه مهمه قوي، لو حد غير الاسم هعرف. يعني هو اسمه سين سماه صاد، هيجي يقول لي انا كذا، فهعرف ان ايه في حاجه مش مظبوط. انا لما بدي مثلا انه مثلا ممكن اسميه البوبو، ممكن اسميه البينس، ممكن اسميه الفجاينا. في ناس بتعيب عايزه تسميه بالاسماء العلميه بتاعتها، وفي ناس حاسه لا انا عايزه اسمي بالاسماء اللي هي ايه خفيفه دي، زي ما انتم عايزين. في مدارس مع لازم الاسم الصريح العلمي، وفي مدارس حاسه لا مش قادرين قوي، بس احنا بنقول لكم طب سموهم، عشان لما مش بيتسموا لو اتغير الاسم من بوبو لحاجه تانية اعرف هو مين يا حبيبي اللي قال لك ان اسمه كده. عمو اللي معايا في النادي، معاك فين في النادي؟ بيبقى قاعد جنب الملعب لما بنلعب كوره. اه طب وبعد الكوره بتعملوا ايه؟ انا بحكي لكم قصه حقيقيه وبشاور لكم على الملعب. مفيش، اصل مره الكوره طلعت بره الملعب لما رحت اجيبها خبطني، فقال لي معلش غصب عني خبطتك في الاسم التاني ده. والحقيقه انا مش عارفه ليه اقول الاسم التاني، عشان هو ايحاء جنسي انا مش هقدر اقوله قدام الكاميرات، بس هو اسم اتغير واتغير بشكل صريح
بشكل خطير. فلما الولد كان عنده اسم ليه راح لمامته قال انت عارفه بقى يا ماما انه اسمه كذا مش بوبو. فالام الحمد لله كان عندها ثبات انفعالي وزيكم واخده تدريب الاهالي كده وصامده مكانها. قلت له بجد احكي لي اكتر مين قال لك انه اسمه كده؟ وابتدى الحوار وعرفنا. انا القصه بحكيها لكم بالعكس لان احنا عرفنا مين وعمل كده وطلع ما كذا طفل وكل حاجه. فاللي بيحصل لما بسمي بدي مساحه انه لو اتغير اعرف. طيب خلاص كده اتفقنا. سؤال اتفضل. انا كان عندي بس مشكله في نقطه معينه، نقطه تسميه العين والودن والمناطق الخاصه، انها كلها مناطق خاصه، هي كلها مناطق خاصه بس المفروض انها مختلفه في التعامل. يعني صح صح ان اللي يحط ايده على ودني غير طبعاً ان هو يمس المناطق الخاصه بتاعتي. وبنفس الهدوء ده هو ده الرساله اللي هتقولها له. يعني انت بتقول له وانت بتعلم ابنك انت كل جسمك بتاعك زي ما انت قلتها بالظبط، ولان كل جسمك بتاعك انت بتحافظ على جسمك كله، صح ولا لا؟ بس تخلي بالك انه لو لما حد يجي يحط صباعه في عينك ده مش هتقبل بيه، ولو حد جاء شدك من شعرك مش هتقبل بيه. وانت محتاج تبقى عارف ان عندك مناطق ليها احترام خاص. جمله ليها احترام خاص ايه؟ يعني مختلف عن الاحترام التاني. يعني لو حد سند على خدك غير خالص لو حد لمسك او سند عليك في حته تانية. فهو ده بالظبط قصدنا بليها احترام خاص. خاص يعني نوع الاحترام اللي بينطبق على الجسم كله، المناطق دي بتاخد احترام مختلف. فانا بالعكس انا معاك في الحته دي. اتفضل. انا بس القصه كلها يعني ساعات بنشوف اولاد ممكن يكون متربيين بالطريقه دي بس بطريقه يمكن مش مظبوطه قوي، فبتيجي تهزر مع طفل مثلا او تلعب معاه بتحس ان هو خايف زياده عن اللزوم. أيوة. مجرد انت تحط ايدك على كتفه وتحط ايدك على راسه وتبص تلاقي بيتعامل بعنف جدا، يشيل ايدك من عليه. آه. وتحس ان انت خلاص يعني انا وصلت ابني لمرحله الناس بقت روحت. ما تحبش تلعب معاه. ايوه معاك حق. الناس بقت صح. تنفر منه. معاك حق قوي. ما بقاش ليه غير بابا وماما. ايوه بس والباقيين كلهم انا خايف منهم. قوي الاتزان. عشان كده بقول لك بص انا لو فاكرين في الحلقه اللي فاتت قلت لكم دبدبت لكم على الترابيزه قلت لكم اوعوا تعملوها بطريقه تعالى لي هنا الدنيا خطر خالص. وواحده من الحاجات كمان اللي بنسمعها اقرا قصه مره كل فين وفين، ما تبقاش دي قصه كل قبل النوم. زي ما قلت لكم على الستوري بتاعت الام اللي بتسال ابنها كلت ركزت في الحصه حد دخل معاك الحمام؟ لا طبعا مش عايزاها بالكم ده. انا بربي في ابني وبنتي السنس اللي يخليه بالوقت يعرف يميز ما بين اللمسات وبعض، لكن بحميه في الوقت اللي مش هيعرف يميز وعناية عليه في الوقت اللي مش هيعرف يميز. عشان كده عشان دي نقطه مهمه قوي هسمعكم، نقطه مهمه قوي ان هو يستوعب الحته دي. كمل. انا بس هي نقطه يعني بحس ساعات ان في سن معين للاطفال اللي هو الصغير قوي. ايوه بحس ان انا لما باجي اعلمه حاجه زي كده بحس ان انا عامل زي عسكري، يعني سوري في التشبيه، يعني واحد خدته وهو مش جندي اديته بندقيه وقلت له دافع عن نفسك مفيش حد يدافع معاك، انت منك للي هيجي عشان يتحرش بيك عليك ان انت تنزل معاه المعركه وتبلغ فيه وتعمل وتساوي. فساعات الطفل بيخاف. طبعا طريقه مرعبه انت خوفتني وانت بتقولها. بس فالقصه كلها ان انا بحس ان ده مش دور الطفل ان هو اللي يعمله، المفروض ان يكون في رقابه في كاميرات في المكان اللي هو فيه، ما خليش ابني يتعامل مع اي حد. يعني احنا في حلقه من الحلقات حد من اللي بيشتغلوا في النوادي قال لنا ان الاهالي تيجي على باب النادي تسيب اطفال 4 سنين يخشوا النادي لوحدهم. فهل في سن معين ابدا اعلم منه ده ولا ممكن من اي سن مهما كان الطفل صغير؟ احنا بنبتدي الوعي ده من 3 سنين. 3 سنين. طريقتي عامله ازاي مهم، اسلوبي عامل ازاي مهم، مع وضع رقابتي ورقابه في المكان زي ما انت قلت بالظبط. ولا يفضل مثلا ان انا ااجل ده لحد ما الطفل يبدا يحس ان المناطق دي مختلفه عن باقي جسمه؟ هيحس ازاي بقى؟ هيحسها ازاي؟ يعني انت اللي لازم بتدي الانبوت. هسمعك حالا. انت اللي لازم بتدي الانبوت، انت اللي بتحط المبدا بتاع جسمك بتاعك وليه حدودك. بتعملها ازاي من هو صغير خالص خالص 3 سنين؟ بتعملها له في لعب واغاني زي ما بنعملها للاطفال، فبيحس مسج زي اي مسج تانية. عرفت ان انا بحط صباعي في الفيشه and so on وبيفهم الموضوع وبيستوعبه. احنا عندنا مشكله كبيره حال هقول بس دي واسمعك. المشكله الكبيره اللي عندنا متهيألي الاهالي بتتفرج علينا هتوافقني، احنا
عندنا ازمه في ان احنا نفسنا نبقى بنراعي اولادنا. يعني احنا بنستبعد ناس، احنا اللي بنحط ممكن نعرضه لخطر واحنا مش دارين انه ده خطر، احنا اللي بنسيب معاه تليفون من سن بدري، احنا اللي بنفتح له اليوتيوب يتفرج على فيديوهات 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 فيديوهات، اهو قاعد في البيت محدش لمسه هو، بس فيديوهات مأساة، بس انا سيبته مع الموبايل عشان رايح دماغي ساعه. فكل ده الغلط منين؟ من عندي. اتفضلي سؤال حضرتك. كنت هسالك بالنسبة لأني أنا يعني أخلي الولد يعرف أنه دي منطقة ليها احترام خاص أكتر. دي كلمة أنا بدركها ككبير، بس كيف عملياً بقدر وصل للطفل أنه كلمة احترام خاص أكتر؟ مش أكتر، هي احترام أو خاص، أو احترام مختلف. خاص هو ده بالضبط اللي جاي في الصفحة اللي جاي. أوكي. بصوا بقى إيه اللي بيحصل. أنت دلوقتي كبرت، هي فيها كأننا في مرحلة انتقالية. انت دلوقتي كبرت، اول ما اتعلمت تستحمى لوحدك ماما ما بقتش بتحميك، اهي واحد اهو في مرحله مختلفه بقى يبتدي يدرك في حاجات بتتطور وهو بينمو فيها. بنلعب انا واصحابي كتير قوي في المدرسه وبننبسط قوي مع بعض، بس في يوم رحت لماما قلت لها ان في ولد معايا في الفصل جه قال لي تعالى معايا الحمام، بس انا افتكرت كلامك وقلت له لا كده غلط. ماما انبسطت مني قوي اني رحت وقلت لها وصدقتني، وكمان جابت لي حاجه حلوه، قالت لي انا غالي وجسمي بتاعي ومش بتاع اي حد تاني. ده بيقول تطبيقها عامل ازاي. انت بتستحمى لوحدك، لما حد قال لك في الحمام تعالى معايا قلت له لا، لان جسمك بتاعك بتخش الحمام لوحدك، انا من هنا بقى اقدر استرسل. طيب واحنا في التمرين بنخش مع بعض؟ لا، كل واحد بيخش في التواليت بتاعه. طب ينفع في الكامب لما بنسافر او مع اصحابنا في المصيف نقلع المايوهات على البحر؟ لا ما ينفعش. طب انت قول لي ايه تاني ما ينفعش. ما ينفعش حد يجي يخبطني، صح؟ بصي حتى لو زقلها في حته تانية، صح. ما ينفعش حد يشد شعرك مثلا، صح. ايه تاني؟ عماله اخد ودي واقول حاجات بسيطه وحاجات جد، حاجات بسيطه وسيمبل. يمكن كلامك بيحملنا نحن كأهالي مسؤولية إن نحن لما نحط حدود أو نعلمهم شرط إحنا نلتزم فيه. أيوة. يعني مثلا كتير مرات حتى أنا لو الولد عم بيغير تيابه بالبيت ما اقتحم غرفته، يعني لما يتعود الطفل حتى بابا وماما بيدقوا على الباب قبل ما يدخلوا. أيوة. لما أنا مش قدام أي حد غير له تيابه طبعاً. ويتعود إنه قدام أي حد، فهو بيلتزم بكلامنا لأنه والحاجات بتبقى بسيطة بس لما بنطبقها كلها بيبقى منطقي معه أكتر، بيحس إنه هيدا الرولز اللي اصلا هو ماشي فيها، صح. فهيدا يمكن بيعطيه امان وبنفس الوقت ثقه، وبنفس الوقت هو عرف حدوده بدون ما خوفه. والحاجه الثانيه والمهمه، لو حد عمل عكسها هيبقى سهل عليه يميز. أيوه. عارفين لما الدنيا تبقى سداح مداح كده، كله بيدخل في اي حته وبيقلع في اي مكان وبيغير في اي مكان ويفتحوا على بعض ايه اللي بيحصل؟ مش هيميز ان في حاجه غريبه عن السيستم زي ما انت قلتي. حصل. دي صفحة مهمة قوي. ماما بتقول لي عندي عيلة كبيرة، مش من حق أي حد من العيلة الكبيرة يلمس أو يشوف المناطق الخاصة بتاعتي حتى لو كان قريب لينا وبنشوفه كتير. زي ونبتدي نمسك ازاي ونبتدي نقول أنا بحب قوي عمي طبعا، وبتحب إيه تاني؟ بحب قوي لما بيلعب لي في شعري ويقعد يزغزغني ويلعب معي. خلاص هو فهم المسج بتاعت الحدود والمناطق الخاصة. لما يجي يقول لي كده شو أقوله؟ لا بلاش بلاش بلاش. لا مش أقوله كده، صح؟ عشان أنا مدرك إن ولادنا وبناتنا عايزين يتحذر معاهم ويتشلوا ويتحطوا ويتزغزغوا ونلعب، وأنا عايزاه يطلع في بيئة أمنة، وعايزه يبقى طالع مش حاسس بالخوف والقلق من الناس اللي حواليه. عايزه يحس أيوة أنا طفل وحر وبريء وبلعب وبتحرك، ولكن واعي. وهو بقى اللي بيخوف مش بيخاف. ليه؟ لأنه متحرش بيخاف من الطفل الواعي مش من الطفل اللي مش واعي. لما بروح البحر بغطي المناطق اللي ليها احترام خاص، بنبسط قوي أنا وصحابي لما بنلعب مع بعض بالرمل. لو حد لمسني لمسة غلط وقال لي ده السر بتاعنا، ما تقولش لحد، هعمل إيه؟ بنمثل بقى معاهم، بنخليهم يقوموا يقفوا ويجروا جامد قوي قوي في مكانهم، وناخدهم بقى في القاع من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين عشان كأني بمرن المخ يتصرف، وبقول له لازم تقول لماما او بابا او حد كبير بتثق فيه. وحته حد كبير بتثق فيه ده لو انا وبابا مش موجودين،
لو في مدرب بنثق فيه، لو في سيكيورتي بنثق فيه، لو في مدرسه في المدرسه بنثق فيها، لو هو عند تيتا وجده او عند حد من القرايب. ولما اقول بنثق فيه بنقعد نقول له صفات الشخص ده ايه؟ هيصدقك وهيسمعك وهيساعدك، هيصدقك وهيسمعك وهيساعدك. وبنحكي بقى المواقف اللي بتحصل معانا في بيتنا عشان نعمل التوازن. زي ما انت قلت، مره خالي دخل على اختي وهي بتستحمى فقالت له لا انا بستحمى، لا ايه ده ايه ده انا اسف، وخرج واعتذر. فكاني بقول بمشهد ممكن يحصل حاجه والحد ما يكونش قصده اي حاجه وحشه واعتذر وخرج وحدد، كاني ده واحده من الحاجات اللي بقول بيها في توازن. وعندنا افراد في العيله مفيش مشكله. واحده من الحته المهمه قوي 7-15، ما بنلعبش لعب الدكتور على بعض، والولاد بتضحك بقى ضحك فظيع لما بنعمل كده، بنلعبها على المخده او على العروسه. فواحدة من الحاجات اللي بعملها انا بلعبه كل اللعب اللي نفسه فيها، بس بحط له جايد لاينز كده تساعده، ولاننا لما بنروح الدكتور ماما او بابا بيكونوا معاه. بعدين سيف في اخر صفحتين في الكتاب بيسال مامته، بيقول ماما ينفع حد يقول لي ايه لحدومك يا ابني انت ما بتفهمش يا ابني؟ ماما بترد بقى هنا معايا ولا بجد تفتكر ماما ردت الرد ده؟ لا يا ابني ما بتفهمش يا ابني، انا ما عدت قلت الموضوع كم مره انا. لا هو ماما بتقوله لا طبعا يا حبيبي، بتاكد كانه بقول لكم في الكتاب بعد الرساله هيقعد يحاول يطبقها، فهيسال اسئله. ما عنديش مشكله، وشكرا انك افتتحت لنا الحلقه بالسؤال بتاعك، ما عنديش مشكله في الاسئله، وما عنديش مشكله لو اتقال في نطاق في ناس تانية بقول الرساله بتاعتي، بقول مفيش مشكله، مهم قوي انه يبقى عارف مبدا زي دوت وبتقول لا. وبعدين بيقول عارف ليه بقى رجعت ماما تختم تاني باول رساله اللي هي ايه؟ القيمه والهويه، صح؟ عارف ليه لازم تقول لا؟ عشان انت غالي وليك حدود جسمك بتاعك انت وبس، مش من حق اي حد انه يلمسه بطريقه تضايقك او تخليك مش مرتاح. انا فرحان اني اتعلمت اني لو حد لمس المناطق الخاصه بتاعتي لازم اقول لا واجري بسرعه واحكي لماما وبابا او حد انا بثق فيه، عشان انا غالي، انا محبوب زي ما انا، جسمي بتاعي لوحدي انا بيحميني انا. وفي الاخر بيكتب اسمه وبيحط صورته او الفينجر برينت بتاعته، وبيتعلم هو وسلمى انه من حقهم يدافعوا عن نفسهم لان هم مهمين. اللي بيحصل وده الختام بتاعي معاكم النهارده، انه لما بيستوعب انه هو بسبب انه مهم بيقول لا، غير خالص لما بيستوعب انه لا وخلي بالك والناس شريره، ده مدخل وده مدخل. اسمعك، كان عندي سؤال، احنا كبشر امهات بشر عادي طبيعي برضه ممكن نغلط، فاخدت اكشن مش مظبوط لمره، نرفزت مثلا، اتعصبت، انت ازاي ما تعملش كده، انت ازاي كنت المفروض تجري، المفروض تزعل، ايا كان، ازاي اعالج ده ببساطه؟ شكرا قوي على السؤال. زي ما انت كده خليكي عشان هسالك كام سؤال. هرجع اعتذر عن الموقف النهارده، لو انا رد فعلي كان جامد قوي غير الطريقه اللذيذه اللي انت قلتها لنا النهارده، هرجع اعتذر. عايزه اقول لك اتفرجت على حلقه واتعلمت ان انا رد فعلي كان المفروض يبقى اهدى، ممكن اقول لك سوري ان انا عملت كده، ما كنتش عارفه. سهل قوي بعد كده اقول له يقول سوري، صح؟ صح، لان انا قلت بعلمه ده، صح، مش بعملها بان انا عايزه اعلمه الدرس، انا كنت حقيقيه وعملتها. اثنين، المرات الجايه عايزه اسال اسئله مهمه قوي، احكي لي اكتر، ايه اللي حصل؟ مين عمل كده؟ كام مره؟ احنا كنا فين؟ بصي دي طريقه، بصوا الطريقه الثانيه، واحنا وانت سكت وبعدين ما عملتش حاجه، ده لوم. الاولانيه مساعده، الثانيه لوم، انا عايزه الاولانيه. طيب وبعدين وكان في حد تحكي له لو كان لوحده؟ طب انت خفت غالبا، طب احكي لي يعني حسيت بايه تاني، وابتدي اقول له. وعندنا فيلم كرتون بيوصف رد فعلي المفروض يكون ازاي، فبيقول اصدق واسمع 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 تفاصيل واساعد. فلو ده حصل، بشر وبنغلط وبنتخض، مش اخره الدنيا، هعتذر واعملها صح المره اللي بعدها. ومفتاح ليا في الحوار دوت اعرف ايه اللي ما خلاهوش يعرف يقول لا، بيتكسف من الكبار، خاف من المدرب او من حد عنده سلطه عليه، اتوتر ما نصدقوش الريزن، السبب اللي هيقوله ده انا احطه كده وبروزه عشان ابقى بتك عليه كل مره عشان ده بيقول لي حاجه عن شخصيته. تمام، شكرا قوي على السؤال.
كنت عايزة أسألك على حاجة. أنا متعودة مع بنتي دايماً مش بسترس على حتة إن إحنا لما بنقابل ناس سواء قرايبنا أو أصحابنا إن هي لازم تسلم عليهم وتبوسهم، يعني بسيبها على راحتها. بس الموضوع وصل شوية إن هي بقت تتدلع زيادة وخلاص، أوقات كتير لو بس مودها مش حلو خلاص مش عايزة أسلم. عايزة يعني أعرف منك إزاي أعمل البالانس بتاع ان هي تطلع اجتماعية ومتوازنة عادي، ان هي تعرف تكون بتسلم على الناس كلها وفي نفس الوقت ما ضغطش عليها بحيث لو في حد مش مريحها في التعامل تكون بتريبورت لي او بتحكي لي او بتقول لي. يعني سؤال حلو قوي قوي. تعالي انا وانتي نعرف السلام، خلي مايك معاكي دي عشان اسألك كم سؤال. تعالي نعرف السلام. انا عايزة بنتي تقول هاي وانا عايزة بنتي تسلم، انهي فيهم سلام بالنسبة لك؟ يعني احنا يوجوري بنسلم وبنبوس، بس لو قالت هاي او ادت هاي فايف والحمد لله كورونا ليها فايده وحيده، مش ده اسمه سلام واحترام؟ اه. فادينا الغرض. احنا برضو واحده من الحاجات اللي احنا مختلفين فيها كلتشرلي، ثقافتنا مختلفه، احنا يعني دافيين قوي. اه الدفى الدفى والحميميه عندنا عاليه قوي، وتش حاجه جميله. بس لو اقدر اعبر عن محبتي بطرق تانية ووصلت احترام للناس ووصلتهم ان انا مرحبه بيهم، يبقى انا وصلت للهدف، اصبت الهدف. فلو هي بتقول هاي واحنا فعلا زي ما اقول لك الكورونا دلوقتي مصعبه علينا ان احنا نبوس اصلا، فلو انا قلت هاي او هاي فايف انا اديت الغرض. امتى احس ان انا لا مزودينها ان ما بتسلمش على حد، تخش ما تسلمش خالص؟ هنا اللي عايزه اشتغل على الحته الاجتماعيه اللي فيها. هنا عايزه تخش تسلم، لا احنا داخلين مكان نسلم زي ما حد داخل علينا يسلم. سلم ازاي بقى؟ مش اهم حاجة يوصلك مني ان انا محترماكي وبرحب بيكي؟ عملت ده من بعيد، عملت ده اني سلمت عليكي بايديا بحميمية قوية ووصلك حب ووصلك احترام، او باسط الشخص مش هتفرق. لكن لما بقول لها ما بجبرهاش على البوس بيوصل لها رسالة حلوة اسمها مش بجبرك. لما بتفهم ان في اصول وان احنا بنسلم وده احترام مننا، ده اللي بيحفظ الاتزان والتوازن اللي انت بتسالي عليه. طيب لو مثلا حد من ابنائنا عندهم طبيعه خاصه مثلا ان هم دايما يحبوا يعملوا عكس اللي احنا بنقوله، حد هم كلهم كده متهيألي؟ اعتقد صح. بس انا بقصد باكد معاك وقت. فهل في مره مرات لما اقول له مثلا لو حد قال لك السر ده ما بيننا وهو عنده حب استطلاع وبيفكر في السر اللي ما بيننا ده، فهو ممكن ياخد الكلمة دي ويبتدي يبني عليها ويتخيل ويرفض الفكر اللي كان بيحكي والسر ويبتدي يكتشف؟ يعني نقطة مهمة قوي. يعني دايما الأطفال بيبقى عندها تخيل أصلا أبعد من بكتير من اللي احنا بنفكر فيه. صح. بس أوقفك هنا وأسألك سؤال. تفتكر التخيل الأبعد هيخليه يتخيل حاجات ما حصلتش جنسية؟ أو ولا لأ؟ لا طبعا. ليه؟ لأنه عندوش إنبوت ليها. فأنا وإنت متفقين وحضراتكم متفقين معايا إنه الطفل مش هيعرف يألف قصة تحرش ما عندوش إنبوت ليها، يعني مش هيعرف يقول لي قصص فيها حاجة صعبة إلا لو حصلت أو شافها أو سمع عنها. لأ، غير لما يقول لي شد شعري وما شدوش، لأنه عارفها دي، زقني عارفها. ده نقطة. في نقطة تانية بس كمل. اوكي، انا مش بتكلم عن النقطة على دي بوضوح. السر بقى، ما انا هرجع لك. ان هو هيحصل له استفزاز انه السر، طب ايه السر ده؟ طب فاسال صاحبي اللي معايا في المدرسة او اللي معايا في النيرسري. انت الفلتر بتاع ابنك. انا بنتي او ابني ممكن ما يعملوش كده، ممكن اولاد حد تاني ما يعملوش كده، ممكن اولاد حد تاني يعملوا كده. مين الفلتر؟ انت. لو انت حسيت دي هتزود الفضول ما تقولهاش، بس اكد ان انا موجود. على فكرة أي حد هيبقى عايز يخبي علينا حاجة يبقى بيعمل حاجة مش صح، هيتخبي حالة الغرض صح؟ وما استفزتوش. انتوا الفلتر وانتوا الفلتر. الجمل اللي بتتقال مننا لولادنا وبناتنا اللي تخليهم هيعبوا عايزين يعرفوا أكتر بشكل مش بالانس. لا مش هقولها، أنا اللي بعرف أعمل وان. احنا بنتفق على الوعي، بنتفق على الثقافة بتاعة أنا بتكلم على التوبيك ده، الترمينولوجيز، الألفاظ الأنسب انتوا اللي تختاروها. عايزه اشكركم قوي، وعايزه اشكركم قوي قوي اهالي اللي بتتفرجوا علينا. قضيه حمايه الاطفال من التحرش الجنسي مهمه واحنا مسؤولين عنها زي ما كل المجتمع مسؤول عنها. الوعي بسيط وسهل، والتوعيه مش عايزين نهرب منها ونجري منها لبعيد. عايزين نتفق كلنا ان الوقايه خير من العلاج. لما بعلم واشرح ببساطه
واحكي قصة لذيذة بتعلم المبدأ ده، هيبقى في أمان وهيتمكن، وبعد الشر لو اتعرض لخطر هيحكي. عشان كده سمينا البرنامج وعوني، وعوني كطفل، وعوني كأم، وعوني كأب، وعوني عشان أعرف أتصرف، وعوني عشان أعرف أحل، وعوني عشان أعرف أحكي. شكراً، ونستناكم في الحلقة اللي جاية. كان جديد عليا النهاردة إن بنتي ممكن تسلم بالهاي فايف أو باي من بعيد، مش لازم إن احنا نبص ونحضن زي ما الكالتشر بتاعتنا معودانا. نفسي الوعي ده يوصل لكل أب وأم وكل حد مسؤول عنده طفل بيربيه، أو حتى لو الطفل ده كان مش طفل صغير، حد كبير شوية، still it's not too late، ويتعلم ويوصل ده لأولاده. احنا تربينا في حاجات سمعناها وتعودنا عليها، ان مثلا نسمي بعض التسميات الغلط زي كلمة عيب وما صحش، لكن الحقيقة انه لازم الوعي يكون افضل، وان احنا نوصل المعلومة للطفل عشان المعلومة هي اللي بتحصنه وبتديله الأمان. الحاجة التانية اللي أنا حاسس إن فرقة قوي هي رد فعلي تجاه أي حاجة بيحكيها لي، قد إيه هي بتعلم فيه قوي أكتر من حتى الحاجة اللي تعرض لها. بحلم أشوف الوعي ده أولاً وسط الشباب اللي هم بيتجوزوا وهم سنهم صغير، عشان هي الخلفة والتربية مش حاجة بتيجي كده مع الوقت، لا ده احنا مفروض نتعب ويبقى عندنا وعي قبل ما نعمل حاجة زي كده. النقطة الثانية بحلم أشوفها في محافظات زي الصعيد أو المحافظات اللي هي بتبقى محرومة أكتر ومفيش وعي فيها.